السلام عليكم. Limits and continuity، النهايات والاتصال. نبدأ بال limits. Theorem: if limit f xy xy goes x naught y naught equal L1 and limit g xy xy goes x naught y naught equal L2, then limit LF plus G بساوي L1 plus L2. Limit F minus LG equal L1 minus L2. Limit F product G equal L1 product L2. Limit F over G equal L1 over L2 بشرط انه ال L2 لا تساوي 0. اذا هون النظريه بتحكي لنا اذا كان ليميت ال F بساوي L1 ليميت ال G بتساوي L2 فان يا جماعه الليميت هو بتوزع على الجمع، بتوزع على الطرح، بتوزع على الضرب، وبتوزع على القسمه. طيب find the limit، هون معطينا example. نبدأ بالأول. limit 3x تربيع minus y تربيع plus 5 على x تربيع plus y تربيع plus 2. عندك هنا ال xy goes to 0 0، يعني معناته ال x تقترب من 0 وال y بيقترب من 0. طيب الحين يعني أول خطوة بنعملها بالليمت زي ما بنعرف سابقا إن أنا بعوض قيمة المتغير، لكن هناك كان أنا عندي متغير واحد تعلمنا سابقا، أما الآن بنلاحظ عندك هنا عندك 2 variables وممكن يمر معانا 3 variables. طيب شو بعمل؟ باجي هون بدل x بستبدلها ب 0 وبدل y بستبدله ب 0، يعني الباص راح تكون قيمته 5 والمقام راح تكون قيمته 2، وبالتالي انتهى هيك الليمت انه قيمته 5 على 2. طيب نفس الشيء هون عوض بدل x 0 وعوض بدل الواي لن 2، فراح يكون الناتج هنا اي ماينس لن 2. طبعا هون ما بنقدر نحذف الاي مع اللن بسبب انه هون عندك معامل اللن هو عباره عن ماينس 1. طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا ندخل الماينس 1 داخل اللن، لما يدخل داخل اللن بيكون عباره عن باور لزاويه اللن، وزاويه اللن هو عباره عن 2، بالتالي راح يكون باور للاثنين، بالتالي راح يصير اي لن 2 ماينس 1. الحين لاحظ هون انه المعامل اللن هو عباره عن 1، اذا بهذه الحاله تحذف الاي مع اللن. فالمتبقي عندي 2 قوه ماينس 1 اللي هو عباره عن 1 على 2، اذا قيمه الليمت نص. طيب نمبر 3 استبدل الاكس ب 0 واستبدل الواي ب 0، بالتالي لاحظ عندك هون الاعلى 3 والاسفل عندي 0، 3 على 0 انفينيتي، ولم يكون infinity does not exist، إذا الليمت does not exist غير موجود. نمبر 4، نمبر 4 لما نيجي نعوض بنلاحظ إنه هنا زاوية الساين راح تكون 0، وبالتالي ساين 0 0، إذا البسط راح يكون قيمته 0 والمقام راح تكون عندي 0، فبالتالي يا جماعة هنا indeterminate، هذه تسمى صيغة غير محددة. بالتالي شو بدي أعمل؟ بدي افرض اكس تربيع بلس واي تربيع عباره عن زد، يعني الزاويه كامله عباره عن زد، معناته هذا راح تكون قيمتها زد. هي صار لاحظ عندك هون ليميت ساين الزد على زد. الحين هون لما الاكس جوز تو 0 والواي جوز تو 0 اكيد الزد جوز تو 0، لان هنا لاحظ هذا راح تكون قيمته 0، قيمته 0، اذا الزد اكيد راح يقترب من 0. طيب معناته هنا عندك الزد هو راح يقترب انا عندي من زيرو، وليمت هذا المقدار هو عباره عن 1. راح تسال طب كيف عرفت انه 1؟ هذا يا جماعه هي نظريه مرت معانا سابقا انه دائما ليمت ساين الزد على زد لما الزد تقترب من زيرو دائما الليمت هو قيمته 1، وهذه النظريه ترى صحيحه للساين وللتان فقط. طيب بالنسبة لنمبر 5 limit e y sin x over x x y goes to 0 0،
طبعا هون لاحظ انه عندك اي قوة زيرو هو واحد هون، لكن لاحظ هون انا عندي زيرو على زيرو، فبالتالي انديتيرمنت. شو بدي اعمل؟ بدي اوزع الليمت على الاي واي وعلى الساين اكس على الاكس، يعني كون ليمت الاول موجود وليمت الثاني موجود، اذا الليمت اكيد بقدر اوزعه على الضرب. طيب ليمت الاول هو عبارة عن واحد، وليمت الثاني باستخدام النظرية السابقة اللي بنعرفها قيمته واحد، بالتالي واحد ضرب واحد، اذا قيمة الليمت الكلي واحد. طيب نمبر 6، ليمت اكس تربيع ماينس 2 اكس واي بلس واي تربيع على اكس ماينس الواي، اكس واي جوز تو 1 1. طبعا بنيجي نعوض هنا راح يكون القيم يا جماعة هو 0 على 0. طيب شو بدي أعمل؟ لاحظ إنه هذا المقدار بقدر أكتبه x ماينس الواي تربيع. للتأكيد فك القوس، مربع الأول ماينس 2 الأول والثاني بلس مربع الثاني. طبعا الأسفل عندي x ماينس y، طبعا في اختصار هنا، فراح يكون عندك مداخل ليميت x ماينس الواي، عوض بدل x واحد والواي واحد، فالناتج عندي 0. طيب نفس الشيء بالنسبة لسبعة، لما تعوض الإكس بواحد والواي بواحد راح يكون الأعلى زيرو والأسفل زيرو. لاحظ هنا في عندك واي مشترك، فراح يكون عندك هنا داخل القوس إكس ماينس واحد، هون عندك ماينس اثنين مشترك فراح يكون داخل القوس إكس ماينس واحد، وعندك بالأسفل إكس ماينس واحد. طبعا هنا في عندك مشترك إكس ماينس واحد من الحدين، وبتختصر x ماينس واحد من الأعلى ومن أسفل، فراح يكون مداخل الليمت y ماينس اثنين، تستبدل ال y بواحد فالناتج ماينس واحد. نمبر 8، التعويض المباشر 0 على 0، هنا 0 0 0 على 0. حتى نتخلص من مشكلة 0 على 0، بنلاحظ هنا بنقدر نوزع المقام على البسط. يعني كيف؟ يعني جذر الاكس ماينس جذر الواي بوزع على الاكس ماينس واي، وبتوزع على 2 جذر الاكس ماينس 2 جذر الواي، فبالتالي راح المتبقي عندك 2 بعد الاختصار. طبعا هون ظلت نفس المشكلة، هون 0 على 0. بنعرف هنا انه في حالة ظهور الجذر بالليمت بنضرب يا جماعة بالكونجيجيت اللي هو المرافق، وبنعرف انه مرافق جذر الاكس ماينس جذر الواي هو عبارة عن جذر الاكس بلس جذر الواي، بالتالي الضرب راح يكون بالاسفل وبالاعلى زي ما واضح امامنا هون. الحين بنعرف انه المقدار بالكونجيجيت هو عبارة عن مربع الأول ماينس مربع الثاني، يعني مربع الجذر هو عبارة عن إكس، الجذر بروح مع التربيع، ومربع بعدين ماينس مربع الثاني، مربع الجذر عندي هو عبارة عن واي، إذا هذا إكس ماينس الواي هو عبارة عن حاصل ضرب الجذر بالكونجيجيت اللي معه. طيب شو ظل أنا عندي بالأعلى؟ ظل عندي إكس ماينس الواي وجذر الإكس بلس جذر الواي، بتلاحظ في اختصار هنا إكس ماينس واي مع إكس ماينس واي، فلما تيجي تعوض ال x بزيرو وال y بزيرو هذا المقدار راح يكون قيمته زيرو بلس، وهنا لا تنسى فيه 2، فزيرو بلس 2 الناتج 2. طيب بالنسبة ل 9، تعويض المباشر زيرو. للتأكيد هنا بدل x 2 فبصير عندك هنا 4، الواي زيرو فصار عندك جذر الأربعة اثنين، اثنين ماينس اثنين إذن الأعلى زيرو، الأسفل هنا اثنين بس لا تنسى فيه اثنين هنا، فصار عندك هنا أربعة، طبعا هذه زيرو، أربعة ماينس أربعة زيرو، إذن زيرو على زيرو. إذن مباشرة نضرب بالكونجيجيت كونه في كون الجذر موجود، فعندك هنا جذر 2x ماينس y بلس 2
نفس المقدار بتكرر بالأسفل، بعدين المقدار بالكونجيجيت مربع الأول بصير 2x ماينس y ماينس مربع الثاني، مربع الاثنين 4، وعندك بالأسفل هذا المقدار بينزل والجذر بينزل. بعدين بتستبدل بدل عندك الاكس باثنين والواي بزيرو، فراح نحصل على 1/4. بالنسبة ل10، أي جماعة ليمت ساين اكس تربيع بلس واي تربيع بلس زد تربيع على جذر اكس تربيع بلس واي تربيع بلس زد تربيع، الاكس والواي والزد كلهم بيقتربوا من زيرو. فالتعويض المباشر هو عبارة عن زيرو على زيرو. هو أنا فرضت أن هذا المقدار هو عبارة عن W، بالتالي لما الـ X والـ Y والـ Z تقترب من زيرو الـ W راح يقتربان عندي من زيرو. طيب طبعا يا جماعة هذا المقدار ما بقدر أقول عنه هو واحد، ليش؟ لأن القاعدة بتحكي لي limit sin الـ W على الـ W وليس جذر الـ W، أوكي؟ والـ W طبعا لازم تقترب من زيرو. فحتى أحل هذه المشكلة الحين هون شو بعمل؟ ليميت ساين الدبليو على الدبليو، وهنا مضروب بجذر الدبليو. لاحظ انه هذا المقدار حاصل قسمتهم هو عبارة عن، راح يكون انه بالمقام جذر الدبليو. كيف؟ لأن الدبليو هي عبارة عن جذر الدبليو في جذر الدبليو. يعني نوضحها هنا، ان هنا يا جماعة ليميت ساين الدبليو، هون عندك انت ضربت بجذر W، والW اللي هون هي عبارة عن جذر W في جذر W، بالتالي الجذر بروح مع مين؟ مع الجذر. فلاحظ المتبقي عندك ساين W على جذر W، شوف هاي الموجود عندي بالأعلى هون، اوكي. طيب الحين هذا المقدار قيمته واحد، هاي يا جماعة نزلت هنا واحد، والمقدار اللي هون لما تستبدل ال W بزيرو قيمته زيرو، فواحد ضرب زيرو الناتج زيرو. إذا قيمة الليمت الكلي عبارة عن زيرو.